اشکرا گرن پشکانه هی. فرشته پنجل بوریزان دا و مسترک دید ش اسمانی کف بو سر عردی و کلیلا درگه چالا بیبن بو ستره هاتدان. دموی درگه چالا بیبن وکری دیکیلا که وکو دیکیلا ایتینا که مزان جدر کف. اینا روجو با اجبر دیکیلا چاله تاریبون. اشوی دیکیلا کلی در کف نسر عردی و شیانا که وکو شیانا دی پشکن عردی بو آن هاتدان. و با هاتا گوتن که زیان الگیای عردی ندن، نجی کسکاتیه و نجی داران، ابتنه وان مروبان ین مهرا خودیل سر انیوان نینه. دستیری بو کلیان نهاتا دان، گوان بکوژن، لی پینچ حیوان وان آزار بدن، او آزارا وکو آزارا تی پشکیه دمی بمروی ودد. توان روژان دا مروف دل مرنه گرگین، لی قط نابینن، او دی حسکم بمرن، لی مرن دشوان روید. شیوه کلیان وکو یوان هسپان بو ین آماده کری بو جنگه سرسریوان تشتکی وکو تانجن زیری بو و دیموان وکو دیم مرووان بو پرچکا وکو پرچا جنان هبو و ددانوان وکو ددانن شیران بون زیرینوان وکو زیرین آسنی بون و دنگ چنگنوان وکو دنگ گلگ گالیسکیان بو ین هسپ کشنو بو جنگیت کنغار کری و دیمدریش کبون وکو ین دی پشکان و شیان آوان یکو پنج حیوان زیان المروفان بدن ادکورین وان دابو. فرشته چالا ببن پاشا بول سروان، نوویب عبرانی آبادونه و پیونانی آپولیونه. خولی سر یا اکی در باز بو، او دو خولی سر یه دیجی پشتیوان تشتان دهن. فرشته ششل بوریزان داو من دنگ یکش چار شاخن قربانگه هزیرین یال پیش یا خوده بیست. دنگی گوت فرشته ششل او بوریزان وی، وان هر چهار فرشته نکریبار مزن فراتی گره دای برده. اینو هر چهار فرشته هادبون آماده کرن بو ویدم جمیره و روژه و حیوه و ساله هات نبردان دا سه ایکا مرووان بکوژن. من جماره یوان بهیست، جماره لشکرین سیار 200,000 بون. من حوصا هسپو سیار نوان بینین دادیتن، زیرین سیاران وکو رنگ آگیری و یاقوت شین و کپریت بون، سر هسپان وکو سر شیران بون، اجده ویوان آگیر و دکیل و کپریت درد کفتن. ابوان سی دربان، سی اکامرو وامب آگیری و دکیل و کپریت اجده ویوان درد کفت هات نکشتن. چون که شیان هسپان دده و گریوان دایه، گریانوان وکو مارانه، ابسر و نوزیان پیدکن. او مرووندین واندربان نهاتی نکشتن، اشکریارین دست خول خونه زورین. دست جه پرستن و اجنه و پتنزیری و زیوی و برونزی و بری و داری برندا. او پتن نشن ببینن، نجی ببهیسن و نجی پریوه بچن. هر وسا جه کشتن و جادوگری و دهمن پیسی و دزکرنا خوش خونه زورین. الاصحاح 39 ومن الأسمنجوني والأرجوان والقرمز صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في المقدس، وصنعوا الثياب المقدسة التي لهارون كما أمر الرب موسى. فصنع الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، ومدوا الذهب صفائح وقدوها خيوطا ليصنعوها في وسط الأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. صنعت الموشي وصنعوا له كتفين موصولين على طرفيه اتصل، وزنار شده الذي عليه كان منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم كما أمر الرب موسى. وصنعوا حجري الجزع محاطين بطوقين من ذهب منقوشين نقش الخاتم على حسب أسماء بني إسرائيل، ووضعهما على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل كما أمر الرب موسى. وصنع الصدرة صنعة الموشي كصنعة الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، كانت مربعة مثنية صنع الصدرة، طولها شبر وعرضها شبر مثنية، ورصعوا فيها 4 صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمست، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب
محاطة بأطواق من ذهب في ترصيعها، والحجارة كانت على أسماء بني إسرائيل، 12 على أسمائهم كنقش الخاتم، كل واحد على اسمه للاثني عشر سبطا. وصنعوا على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقي، وصنعوا طوقين من ذهب وحلقتين من ذهب، وجعلوا الحلقتين على طرفي الصدرة، وجعلوا ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وطرفي الضفيرتين جعلوهما في الطوقين، وجعلوهما على كتفي الرداء إلى قدامه، وصنعوا حلقتين من ذهب ووضعوهما على طرفي الصدرة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل، وصنعوا حلقتين من ذهب وجعلوهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله فوق زنار الرداء، وربطوا الصدرة بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط من أسمنجوني ليكون على زنار الرداء، ولا تنزع الصدرة عن الرداء كما أمر الرب موسى. وصنع جبة الرداء صنعة النساج كلها من أسمنجوني، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدرع، ولفتحتها حاشية حواليها لا تنشق. وصنعوا على أذيال الجبة رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز مبروم، وصنعوا جلاجل من ذهب نقي، وجعلوا الجلاجل في وسط الرمانات على أذيال الجبة حواليها في وسط الرمانات، جلجل ورمانة، جلجل ورمانة على أذيال الجبة حواليها للخدمة كما أمر الرب موسى. وصنعوا الأقمصة من بوس صنعة النساج لهارون وبنيه، والعمامة من بوس، وعصائب القلانس من بوس، وسراويل الكتان من بوس مبروم، والمنطقة من بوس مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز صنعة الطراز كما أمر الرب موسى. وصنعوا صفيحة الإكليل المقدس من ذهب نقي، وكتبوا عليها كتابة نقش الخاتم قدس للرب، وجعلوا عليها خيط أسمنجوني لتجعل على العمامة من فوق كما أمر الرب موسى. فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. وجاءوا إلى موسى بالمسكن، الخيمة وجميع أوانيها، أشظتها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة والغطاء من جلود التخس، وحجاب السقف، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء، والمائدة وكل آنيتها، وخبز الوجوه والمنارة الطاهرة وسروجها، السروج للترتيب، وكل آنيتها، والزيت للضوء، ومذبح الذهب، ودهن المسحة، والبخور العطر، والسقف لمدخل الخيمة، ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له، وعصويه، وكل آنيته، والمرحضة وقاعدتها، وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها، والسقف لباب الدار وأطنابها وأوتادها، وجميع أواني خدمة المسكن لخيمة الاجتماع، والثياب المنسوجة للخدمة في المقدس، والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة، بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا، فباركهم موسى.